حياكم الله من جديد مشاهدينا. قبل بداية الصيف وتتنبأ طبعا الأوساط الإعلامية بموسم سينمائي قوي يعني، وبالفعل يشهد الموسم مواجهة نارية بين الكثير من الأفلام اللي تتنوع بين زخم إنتاجها وتنوع أيضا بين زخم مضمونها. صحيح عبد الله، يعني أكثر من 25 فيلم أمريكي سيتم عرضه خلال هذا الموسم، إضافة إلى الأفلام العربية والهندية اللي تزخر بها قاعات السينما في الإمارات. للتعليق على بعض أهم هذه الأفلام يسعدنا نحن نستضيف معنا اليوم الناقد السينمائي حمد الريامي. يا أهلا ومرحبا فيك وصبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور يا اسمهان، وصبحك الله بالنور يا عبد الله. نورنا يا حمد، شو الأخبار؟ الله ينور، بشرنا عنك. الحمد لله. ينتقد ولا الأفلام بس ما ينتقد برنامج صباح الدار. لا ينتقد صباح الدار. لا برامج ما أتكلم فيها كثير. حمد، أكيد إحنا يعني راح نتكلم عن الأفلام وناخذ أكيد النقاط المهمة والنقد البناء أكيد منك، ولكن راح نشوف مع مشاهدينا تقرير قصير عن أهم أفلام الصيف وراح نرجع معاكم من جديد. مع بداية كل صيف تتوجه أنظار محبي السينما على حصيلة العام من الأفلام على اختلاف جنسياتها ومضمونها، وربما يضعون في رؤوسهم جدولاً بمواعيد عرض أفلام نجومهم المفضلين. الكابتن جاك سبارو وجوني ديب وكايا سكوديلاريو يعودون مرة أخرى لثوب القراصنة في الجزء الخامس من سلسلة الأفلام فائقة الشعبية والإمتاع. وندر وومن أحد أكثر الأفلام التي نالت اهتمام محبي الفن السابع، الفيلم عن بطلة خارقة من النساء وهو من بطولة جال جادوت وكريس باين وروبن رايت، بدأ تصويره في نوفمبر 2015. الفيلم من إخراج سيدة أيضا وهي باتي تشينكز التي اشتهرت من قبل بفيلمها مونستر عام 2003. Well, technically the war is that way, but we got to go this way first. The Mummy, سلسلة أفلام المومياء تعود مرة أخرى، ولكن هذه المرة بطاقم تمثيل مختلف تماماً. يحتوي الفيلم الحركة والإثارة والرعب على أسماء لامعة مثل توم كروز وراسل كرو، والفيلم من إخراج أليكس كورتزمان. And monsters. I saw her. العربية لم تكن بنفس قوة المنافسة على الرغم من تنوع مضمونها وتعدد أبطالها، بالذات المصرية منها هروب اضطراري لأحمد السقا ينافس جواب اعتقال لمحمد رمضان، ومحمد هنيدي يعود في فانتازيا كوميدية بفيلم عنتر ابن 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 شداد، ويدخل في حلبة المنافسة مع تامر حسني في فيلمه تصبح على خير. رجعنا معكم من جديد مشاهدينا مع ضيفنا الناقد السينمائي حمد الريامي. حمد، إذا بنتكلم شوية عن الأفلام العربية وسبب تأخرها، تأخر نزولها أكيد في شاشات العرض الإماراتية خلال الفترة الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الأفلام العربية وبالذات الأفلام المصرية ليش تتأخر عندنا؟ طبعا هي في سبب موضوع التوزيع. عندنا مشكلة دعم الأفلام العربية، دعمها جدا ضعيف مقارنة بأفلام هوليوود أو أفلام بوليوود، فالمواجهة تكون قوية. فلذلك شو يسوي الموزع؟ ينزل لك الفيلم في وقت تكون في أفلام شحيحة وقليلة على أساس أنه يحصل جمهور أكثر. هذه طبعا معروفة في الأفلام العربية بالذات المصرية، لذلك تشوف الأفلام تتأخر عرضها، إلا أفلام مثلا الكبار مثلا عادل إمام إذا كان نزل فيلم، ولا كان حاليا مثل هنيدي نزل فيلم في العيد. ضامنين جمهور. نعم ضامنين. في سبب ثاني بعد اسمهان لو قلت يا، اللي هو كان نحن في رمضان نزلنا أفلام كثيرة على فكرة. الإمارات يمكن هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط أو في الخليج كانت تنزل أفلام كبيرة مثل فيلم باريس أوف كاريبيان أو فيلم ذا مامي أو فيلم وندر وومن، ما حد نزلها.
في رمضان كلهم نزلوه في العيد بعد العيد. فكانوا يبي يعطون مساحة لهذه الأفلام أنها أيضا تتشاهد في العيد. فلذلك قالوا ما نبي نسوي زحمة أفلام. فلذلك مثل فيلم هروب اضطراري، جواب اعتقال، أو فيلم الأصليين المصري، وكذلك فيلم الكويتي اللي هو خميس جمعة تأخر عرضهم لهذه الأسباب. ما عندهم ثقة حمد يمكن في موضوع أن الفيلم قوي وواثقين أنه قوي، نزل ما همك من أي شيء. والله هم يدورون الوقت اللي أنا ما في حد يسلمه نزلوا الحين عشان لا هو مو موضوع مو خطرة تجارية ثقة. نعم أنا وياك يمكن في شيء من هالكلام ثقة تقريبا، لكن هي مثل ما قلت لك المواجهات قوية. فيجب أن تكون يعني هل تنزل ما بين فطاحلة ما تنشاف مرات. نعم يوم تنزل بين فطاحلة. نعم. قراصنة الكاريبي أيضا تأخر، كان مفروض 2015 يعرض. نعم. وعرض في 2017. نعم. كانوا خايفين بعد من الأفلام العربية ولا شو؟ لا هذا موضوع آخر. زين. عبد الله الله يسلمك، هذا الفيلم أول شيء تأخر بسبب السيناريو. السيناريو كان ركيك وكان في مشكلة في السيناريو. خلاف على ذلك أن ديزني اللي هي منتجة الفيلم خافوا من موضوع الإنتاج، هم حطوا ميزانية ما بين 190 إلى 200 مليون دولار. والفيلم وصل ل 250 دولار. 250 مليون. نعم 250 دولار كتكلفة إنتاجية. هم كانوا أنا في رأيي الشخصي هم كانوا متخوفين من شيء واحد اللي هو مثل جوني ديب. نعم. اللي هو البطل الرئيسي في الفيلم. والسبب أنه كان نزل فيلم في سنة 2013 تذكرونه لون أوف رينجر اللي هو فشل ذريع. ايوه وخسر خسائر كبيره. فهم كانوا خايفين تتكرر التجربه. نعم كانوا خايفين تتكرر هذه التجربه معه مره اخرى، وقالوا يعني بقدر المستطاع نحاول نصلح في السيناريو. فظلوا يصلحون في السيناريو لين سنه 2015، وبالفعل بدا التصوير في فبراير في استراليا، لكنهم ايضا تاخروا بسبب اصابه جوني ديب في يده وتاخر تصوير اسابيع. نعم. لذلك نزل في هذا الوقت. نعم. نعم. طيب حمد اذا بنتكلم عن المومياء، يعني هذا الفيلم من بعد جزءه الخامس، توقعاتك تقول ودرايتك وخبرتك هل هو قادر على أن يجذب الجمهور مرة أخرى في أجزائه القادمة؟ نعم هو سمهان الفيلم أصلا جذب الجمهور مسبقا بسبب النجم توم كروز. طبعا توم كروز من أول أسبوع جاب 300 مليون. نعم من أول أسبوع مثل ما تفضلت جاب 300 مليون، وحتى كان في سنة من السنوات يعني افتتاح مهرجان دبي السينمائي كان هو فيلم توم كروز، وكان في افتتاح الفيلم افتتاح مهرجان دبي السينمائي دمامي. لا ما كان. لا مو بدمامي. لا ما من اللي كانت تصور منه جزء في دبي دبابي. مشان امبوسيبل يمكن. نعم صحيح. نعم هو طبعا عامل جذب كان توم كروز، بالإضافة أن اسم مامي هذه ماركة يعني انعملت على أفلام كبيرة في سينما هوليوود ونجحت. لكن أنا في رأيي الشخصي هذا الفيلم للأسف أقولها كان خالف التوقعات. الناس كلها اللي راحت السينما كانت متوقعة بتشوف شيء واو، لكن للأسف شافت شيء جدا بسيط وجدا ركيك، وكان معاد لبعض الأفلام الأخرى. نفس القصة تقريبا. نفس القصة. بس تكملت يعني أنا أقول يمكن يعني وجهة نظري بما أني شفت الفيلم توم كروز إضافة توم كروز يعني. نعم. اسم توم كروز ونوعية الجرافيكس اللي صار يعني أكيد. أما القصة هي هي يعني. أز توم كروز يعني لما نيجي ونطلق من برج خليفة. بس يعني ما قاعدين يصربون يعني آثار على فكرة. نعم هي نط برج خليفة طبعا هي تعتبر مشهورة يعني أكثر من نط سبايدر مان في الفيلم الأخير طبعا. لكن أنا بس كنت بضيف حاجة أخرى أن ثقة الجمهور راح بتكون متواصلة مع الفيلم. السبب الرئيسي لو تعرفون أو ممكن غايبة عنكم يمكن هالموضوع أن الفيلم هذا راح يكون لأجزاء مع ممثلين كبار أمثال جوني ديب راح يكمل معهم، وراسل كرو راح يكمل معهم أيضا، وتوم كروز راح يكمل معهم. فبتكون هناك أسماء مواجهة قوية. أسماء قوية مثل مارفلز يسوون لك بأفنجرز. صحيح. راح هذا قوم اللي يعملوا أفلام مامي راح يجمعون لكم جنوم كبار في الأجزاء الأخرى ينوعون بشريحة الجماهير والمعجبين والمحبين أكيد. وندر وومن شو رأيك فيه شفته؟ اوكي وندر وومن طبعا وندر وومن هذا من الافلام الخوارق اللي احنا تعودنا عليها اللي شفناها في السينما كثيرا من شخصيات افنجرز ايضا. نعم لكن انا هذا الفيلم بالذات عجبني من بعد فيلم لوغان اللي نزل هذه السنه. ليش؟ لان هذا الفيلم اولا مخرجته اللي سوت فيلم مونستر او الوحش في فتره ما اللي اخذت الاوسكار على النجمه ثورن. طبعا هذه الفيلم فيه اهم شيء اللي هي القصه الانسانيه. نعم. بالاضافه للدراما بالاضافه للرومانسيه. الفيلم يعني بغض النظر عن انه هو فيلم يتكلم عن الخوارق او يتكلم عن الجرافيكس والامور هاي، بس في قصه حلوه. هي قصه تتناول عن الانسانيه، الانسان اللي هو يكون في مكان معين ويدخل مكان ثاني يتفاجئ يشوف حاجات غريبه في
حياته. صحيح. مراحل جديدة مثل رود تريب وهذا. نعم. فهذا أنا أشوفه دراما هنا ضغط على موضوع القصة الخارقة. حلو. فلذلك صار في شيء حلو. نعم. فجذب جذب النقاد، جذب الجماهير، جذب شريحة من المجتمع اللي حتى ما يشوفون أفلام الخوارق هذا الفيلم، فلذلك يعتبر من أفضل أفلام الخوارق نزلت هاي السنة. على فكرة الفيلم هذا بادين فيه من في التسعينات، من بداية كتابته في التسعينات. صحيح. يعني تخيل من التسعينات مش من الألفين. نعم. من التسعينات بادين يكتبون هذا الجزء. يعني هي الأعمال تعتبر يعني أعمال تاريخية. نعم. لها بصمتها، يعني يتعبون عليها، مش تعال وصوروا. نعم. طبعا هي كوميكس، وعلى فكرة هذا الفيلم نحن كوميكس على فكرة في مرحلة نزلت بسبب فيلم سوبرمان بس باتمان. نعم. لكن هذا الفيلم راح رجع كوميكس مرة أخرى. صحيح. لعافيته، ويمكن راح ينافس مارفل في المستقبل. نعم. حمد تصبح على خير. تصبح على خير. والله هي في وقتها صراحة الكلمة هذه، لكن هذا فيلم. نعم فيلم. لا مو تصبح على خير بما معناه. نعم. تصبح على خير. لا احنا نتكلم تصبح على خير مع تامر حسني. تامر حسني. لا تامر حسني. نعم. رأيك بهذا الفيلم وليش يعني تم عرضه ترشح لينعرض في هوليوود؟ نعم. طبعا هو ترشح عن طريق مساعدة مجلة إنيجما. نعم. اللي هي معروفة في الزمالك في مصر، لكن هي مشهورة أيضا في الشرق الأوسط، وأيضا لها شريحة كبيرة المجتمع، حتى في أمريكا يقرونها لأنها. نعم. تكتب اللغة الإنجليزية عادة. هذا الفيلم في مقومات تساعد أن يعرض في هوليوود، لأن القصة اللي فيه قصة هوليوودش، يعني مثل يقول فيها حركات هوليوودية. نعم. قصة التخيل وقصة الحلم، الإنسان يحلم ويشوف نفسه في مكان ثاني. وعامل السسبنس اللي موجود، الغموض موجود، كل العوامل هي موجودة فيه. لكن في رأيي الشخصي هذا الفيلم مش الأجدر أنه يمثل مصر في هوليوود. نعم. بس أنا في نفس الوقت أقول الحمد لله هناك في فيلم راح لهوليوود ينعرض يمثل العرب أو يمثل مصر، يخلي الجالية الموجودة هناك تتلذذ بالسينما، لأن صراحة ملينا يعني لين متى الأفلام هاي ما تروح تنعرض في هوليوود. صحيح. لأن في جاليات هناك موجودة، الهنود لهم تقريبا كم سينما، يمكن 5 سينمات، وكل هالخمس سينمات تنعرض في هوليوود. يعني 5 لغات تنعرض في هوليوود. أنت يوم سميته حمد هوليوودش، أنت عندك اقتناع بأن نحن ممكن في بعض الأعمال وصلنا إلا نحن ندخل هوليوودش؟ أوكي. سواء كان يعني من أول بداية أقول لك أنت كسينمائي من الفريم. نعم. دخلنا هوليوودش. عبد الله أنا عندي مشكلة بهالكلمة هاي هوليوود. هوليوود بس لهوليوود، صح ولا لا؟ زين. الهنود سموه لك بوليوود مع أن هي أصلاً إنديان فيلم. نسوي نحن عربود يلا. عربود سموه لك عربود ليش؟ يعني أنا أشوف كل واحد لها لونه الخاص. يعني أنت الحين حتى الأمريكاني على فكرة يمكن ما راح ينعجب بفيلم تصبح على خير كثر ما هو راح ينعجب على فيلم مثل سواق الأتوبيس أو فيلم. نعم. الهروب أو فيلم زوج درجة المهم. نعم. أو الأفلام مثل هبتة الأخير اللي نزل. نعم. ليش؟ إنه فيها حكاية مصرية. نعم. هم بيشوفون حكاية البلد صانع الفيلم. صحيح. مش حكايتهم هم اللي تصير تنعاد، تصير ريسايكل وتنعرض في سينمات أخرى. نحن هالستايل اللي يتكلم عليه حمد مثل ما حفظنا أن يوم يسوون مثلاً أكشن في بوليوود. صح. نحن متقبلين او مش متقبلين الاكشن مالهم، هو هذا ستايلهم. نعم. الاوفر اللي ما يتخيل ابدا. بالضبط. حتى يعني حتى مارفلز ما سووه. صح. يعني انا يوم بشوف فيلم هندي وبشوف بس ستايلهم تطير وتروح. نعم. وترد وتنزل وما فيها اي مشكله، ما راح يمكن اتقبل هذا بس ستايلهم كذي. يعني بفيلم عربي يمكن بقول يعني اللي عصب لازم يصير ستايلهم كذي. على فكره هم الحين تغيروا بعد، على فكره حتى هوليوود، عشان ما بوليوود ما نظلمهم بعد، لان وصلوا لمرحله حتى الجمهور بدا يستاء من هالنوعيه. سريع يعمل عليها نكت، لو تشوفون حتى الوصابة تنزل هم يعملونها ترى، ويألفون فيها صوت وموسيقى عشان يضحكون على أفلامهم، لأن قالها خلاص وصلنا لمرحلة أنا لازم نشوف أفلام فيها جدية. وبالعكس وصلوا لمرحلة جدية، وشفنا فيلم اعتقد ما لو بتطرق عليه اكيد بعد شوي بتقولين اسمه تيوب لايت مع سلمان خان. انت عارف اني انا بتكلم تكلمين عنه. نعم. زين تفضل. هذا الفيلم تيوب لايت نزل في العيد، وهو تقريبا سلمان خان معروف، والعيد وسلمان خان يعني خوان. ظاهره معروفه يعني كومبينيشن معروف في بوليوود هذا. زين. كانت حتى اخر افلام سلمان خان اللي هو مع قصه الطفله الباكستانيه. نعم. بجرنجي بهجان اللي. نعم. طرحها يعني واثارت صراحه جذب كبير. نعم. مش فقط للجالية الباكستانية والهندية، وحتى نحن يعني العالمية. استشعرنا بالفعل القصة. نعم صحيح كلامك. طبعا انت ذكرتي لي بجرقي بهيجان، هو نفس المخرج كبير خان عمل هذا الفيلم اللي اسمه تيوب لايت اللي نزل في العيد. نعم. تقريبا هذا التعاون الثالث فيما بين سلمان وكبير خان المخرج. نعم. من بعد نجاحين الفيلم الثالث للأسف لم ينجح
لا فنيا ولا أيضا جماهيريا. والسبب لذلك أن المخرج ضاع شاف نفسه في هذاك الفيلم اللي ذكرتيه قبل شوية اللي هو بجرنجي. كرر نفسه في هذاك الفيلم مرة أخرى وحاول أنه يطلع من سلمان خان شخصية مغايرة 180 درجة اللي هي ما تركب عليه. يعني يا سلمان ما تنصحنا نشوفها؟ والله مو موضوع ما انصحكم، انا انصح اي نوع من الافلام. هل نروح ولا ما نروح؟ لا روحي شوفي عشان كيف نحب نعرف. ما بحجز تذكره واكل بوب كورن على الفاضي. لا تشترين تذكره زين، على الاقل حليل بوب كورن في السينما. زين الافلام العربيه الحين ما شاء الله جمله من الافلام العربيه، هروب اضطراري، جواب اعتقال، الاصليين، تصبح على خير، عنتر بن شداد، يعني هذه الباقه الكبيره اللي نزلت هذا الموسم، شو رايك فيها؟ اولا انا اول شيء اهني السينما المصريه أنها طلعت من الثوب المعهود اللي هو الثوب الفكاهي. نعم. أو الثوب الكوميدي، بالرغم من دخول المفاجئ لعنتر ابن 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 شداد معهم في هالمرحلة، مع أنه ما كان موجود في الليستة. نعم. عملوا أفلام مغايرة، يعني هروب اضطراري هذا فيلم مطاردة ومافيا، جواب اعتقال فيلم يتكلم عن الإرهاب وقضية حساسة جدا في الوقت الراهن، عندك فيلم الأصليين يتكلم عن دراما فانتازية فيها تخيلات وفيها تقريبا الكاتب نفسه اللي هو أحمد اللي سوى الفيل الأزرق وتتذكرون. نعم. فهذه مشاركة أخرى له ويعد من الأفلام المهمة. نعم. وفيلم تصبح على خير اللي هو معمول على فيلم أنه يكون رومانسي لكن في نفس الوقت هو كوميدي وفيلم شبه خيالي. نعم. وفي شوية مثل ما قلنا هوليوودش، بهارات هوليوودية. خلينا نروح نحن، يعني نحن نبغى نسوي وجهة نظري نحن من سالفة، أنا تعجبني كلمة هوليوودش يوم يقولها لأن من الناس اللي مهتم في هذا الموضوع. صحيح. بدرجة كبيرة. جميل. يعني ممكن نعلق على نقول الهنود يعني مرات الهوليوودش ودوها بولودش أكثر من الهوليوودش. نحن نبغى نسوي شيء، أنا أقول نهنيهم الهنود أنهم سووا شيء. نعم. لو أنه تجاوز. صح. لكن سووا شيء. نحن نتمنى أن نحن نسوي شيء بهذه. يعني نعم. متى أنا أتكلم طبعا مش أتكلم عن قصة، أتكلم عن الجرافيكس، صناعة السينما الحقيقية. نعم. أنه هي كاميرا وتعال صور وايد، ترى كاميرا وتعال صور. نعم. متى شو الجذب؟ في ناس تروح السينما تدفع فلوس بس عشان يشوف الجرافيكس، أنا واحد منهم، أبى أشوف شو الجديد في الجرافيكس في السينما. لا غير أنت يعني إحنا عبدالله بالصالات يمكن ما تمني القصة مرات، صالات عرض الفيلم الأفلام الهندية والأجنبية نشوف اللي هم غير العرب موجودين. طيب متى إحنا راح نشوف غير العرب موجودين في صالات عرض الأفلام العربية؟ متى؟ نعم. حمد يوم تشلينهم أنت وياك يعني نشلهم أو عزمهم أنا. تعالوا نعزمهم. طبعا إحنا نشوفهم في المهرجانات عادة، ما يخفى علينا مهرجان دبي السينمائي ما مقصر معانا بأفلام مهمة جدا، أفلام سواء كانت عربية أو عالمية، بالأخص أنا أتكلم عن أفلام المحلية والأفلام العربية، على الأقل هالأفلام لها جمهورها الخاص سواء كان من العرب وأيضا من الأجانب، وحاليا هم عندهم مبادرة حلوة جدا، يعني يعرضون مهرجان دبي فيلم في سينما إميرتس مول. صحيح. كل أسبوع وكل أسبوعين من أفلامهم اللي انعرضت، حاليا في فيلم اسمه علي معزة وإبراهيم، هذا حتى ما نعرض في مصر، نعرض بس في مهرجان دبي. هذا الفيلم قاعد يشوفونه المشاهدين سواء كانوا العرب أو كانوا الأجانب أو حتى الهنود يشوفونه، لأن عارفين أن هالفيلم فاز بجائزة أفضل ممثل وشارك في مهرجان، فله قيمة. صحيح. قيمة فنية. فالأفلام القيمة الفنية هي اللي تجيب الجمهور. صحيح. مو بشرط أنه يكون جرافيكس، مو بشرط أنه يكون بهارات، يعني ولا كان ممثل أيضا. فيلم ما راح يجون عشاني حمد؟ والله انت ما عاد شو اقول يعني. عبد الله عند الجواب. نحن ناخذ الاجابه من الجمهور بعدين. حمد نحن نشكرك لحضورك صباح الدار، يعني الحوار معك ممتع والكلام عن السينما بالفعل. حمد نحن عارفه من يعني زميل ومطلع من الناس المهووسين بالسينما، مطلع ومتعمق، ويعطيك العافيه. ودائما نحن نسعد بان يكون في عندنا ناقد اماراتي سينمائي مطلع ويكفي وفي، يعني يوم تيبك كضيف تتكلم عن السينما. ألف شكر لك حمد. الله يخليك. شكرا لوجودك حمد، وشكرا لكم مشاهدينا أنكم تابعتونا في خلال هذه الساعة ونص، واللي نتمنى إن شاء الله أن مواضيعنا وفقراتنا والأمور اللي طرحناها نالت على إعجابكم ورضاكم، ونتمنى لكم أكيد وصولا سالما لكل مقاصدكم، ونشوفكم إن شاء الله بحلقة باكر بإذن الله من الساعة 10 الخميس الونيس. الخميس الونيس. وإلى ذاك الوقت نترككم في حفظ الله وأمانه، ومع السلامة. ثمان الله.